يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان. لو كنت تدري من خطبت وما طلب تبذلت ما تحوي من الأثمان. أو كنت تعرف أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن متواني. أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني. فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني. واجعل صيامك دون لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أماني. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مذ سالف الأزمان. فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى لذي الكفران. سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان. وألذهم عيشا فأجهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن. عمرت بهم هذه الديار وأخفرت منهم ربوع العلم والإيمان. قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان. صاحبوا الأماني وابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهوان. كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران. ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو على الأزمان. أبدانهم أجداث هاتيك النفوس اللائي قد قبرت مع الأبدان. أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. لا ترضى ما اختاروهم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة